متى تسكت المرأة على خيانة زوجها؟ امتى؟ امتى المرأة تسكت على خيانة زوجها؟ هل تعرف زوجات تسكت على خيانة زوجها؟ في العصر الزفت ده مع ان المرأة الحرة لو لقيت واحدة مع جوزها تصور وتتخانق وتصوت، يتخرب بيتها، يتخرب ام بيتها، ما تسكتش على الغلط. ليه؟ لان المفروض ان الزواج ده الزوجة بتحمي الزوج والزوج بيحمي الزوجة. يعني ايه؟ يعني انا بحمي زوجتي ان حد تاني يلمسها، وهي تحميني ان واحدة تانية تلمسني، والا الامراض تنتشر. ده من اول ما الانسان بيخطب، هو بيغير عليه وهي بتغير عليه. دي نعمة من ربنا، والله العظيم نعمة. نعمة ان تغار على زوجتك وزوجتك تغار عليك. اقول لكم على حاجة غريبة، كان في بنت كانت شغالة في مستشفى، وبعدين ابوها وما كانوا عايشين بيسألوا عليها واخواتها معاها، فكان ما تتأخر في المستشفى يروح يجيبوها وكذا وكذا. فابوها مات وما ماتت واخواتها اتجوزوا، وبقت قاعدة ايه لوحدها، تتأخر بره ما تتأخر، ترجع لوحدها ما ترجعش، بقت تعيط. بتعيطي ليه؟ ما فيش حد بيسأل عليا ولا بيقولي تأخرت ليه ولا رحت ليه. احنا عندنا هنا بعض الشباب اخته اتأخرت بره، كنت فين وروح حتى وكذا، اخويا سندي ظهري ما حدش يقدر يقرب لي. ده دليل الناس اللي عندها مخ. انما اللي عندها ملاخوليا بقى ولا عندها ملوخية ده كلام تاني. انما اخويا تزعلي ان اخوك بيغير عليكي؟ واحدة كانت مش عايز اقول طالبة في كلية الطب، وبعد ما تقول اخويا مالوش سلطان عليا، قلت لا له سلطان عليكي، ده اخوكي، وهتحسي لما تكبري يعني ايه اخوكي. ده بيغير عليا وبيخاف عليا. ايوه لازم يغير عليك ويخاف عليك، مش اخوكي، مش لحمك ودمك. ولا نلعب هتكتشف اذا انت حاسس ان اللي حواليك بايدك وكده، هتكتشف لما تسيب من الحريه انت بتعيط قد ايه. لما تلاقي حد بيسال عليك وشغف وتاخر واختك اتاخرت وسالوا عليها وروح وتعال، شغف حب حرص، مش تتخطف يقطعوها وبيعوا اعضائها ومحدش بيقول يا فين. احنا عندنا قصص، مش عايز اقول لك قصص بالعشرات، ما حدش بيسال عليها. امال احنا بنشرح قصص ايه في المستشفى؟ طيب عدي. طبعا احنا قلنا لا يدخل الجنه ديوس، المراه اذا سكت على خيانه زوجها لن تشم رائحه الجنه، ولا كذلك الرجل اذا راى خيانه زوجته مش ممكن يروح الجنه، وهي تفرق يغني لها كل من ساعته. فعش السن والحمل المثالي والوزن المثالي للحمل، احنا قلنا السن المثالي يزيد المراه عن 18 سنه وحسب البنيه، يعني قالوا لا يقل الوزن ابدا ابدا عن 50 كيلو. ليه؟ لان الحمل لما بعد اكتمالي بيطلع في الاخر حوالي 15 كيلو، فيبقى قال واحد على خمسة مثلا، يبقى 15 على 50، 55 خلاص، 60 70 كويس زي الفل. لكن ما ينفعش واحدة 120 كيلو بطنها قد كده تحمل، اما هي حامل من غير حمل هتحط النكد الجديد فين؟ وبيجي لك بنات كده يعني، إيه طب هو قد كده حضرتك هتحط الواد فين؟ هتغرسيه في الدين يعني. طيب عدي. في سن انقطاع الدورة اللي بنقول عليه اللي هو بداية غياب هرمونات الدورة الشهرية، عند بعض السيدات بيبدا 45 48، بعضهم اقل، بعضهم بيبدا انقطاع الدوره من ال 50 52 مثلا. لكن في بعض البنات والستات، بعض الستات بتاخد هرمونات بيبقى عندها بليدنج ودوره شهريه بعد ال 60، بيجي لي العياده ستات فوق ال 60 وبليدنج، يعني عندها دوره شهريه، وهي حريصه على الدوره الشهريه المستمره عشان عظمها يبقى قوي، شعرها يبقى قوي، عينيها تبقى قويه، جلدها جميل، كل ده. طب هل احنا مطالبين بهذا؟ في حاجات طبيعيه بتحافظ على الدوره او على مستوى الهرمونات. ايوه في 3 4 حاجات طبيعيه بنديها للناس بتحافظ على مستوى الهرمونات، يبقى حافظت على الشعر، حافظت على الجلد، حافظت على العظم، حافظ على كل حاجه. لكن كله ضاع، تلاقي العظم بيتالم والجلد بيقشر والشعر بيقع والدنيا، واحنا مش مطالبين بهذا. غير القوه الجنسيه مع قوه شخصيه، المفروض بس اخواتنا الصيع، اخواتنا الصيع اللي بيلفوا على الزناه ليل نهار، دول عندهم قوه جنسيه بس ما عندهمش قوه شخصيه، تلاقيهم بيهربوا وبيجروا وبيخافوا، لان اللي بيعمل حاجه غلط ما بيبقاش قوي، اللي بيبقى قوي اللي بيعمل حاجه صح. عشان كده الشاب اللي بيشتغل ليل نهار ويقول يا رب في كل سجده يسر لي زواجا صالح، كل سجده يا رب يسر لي زواجا صالح، ويشتغل ليل نهار عشان ربنا يرزقه زوجه صالحه، يا ربنا بيعوضه هذا متعه ليس بعدها متعه وليس مثلها مثيل. وليس عندنا في الإسلام شهر عسل ولا شهر بصل، إنما حياة المسلم كلها عسل، أقسم بجلال الله حياة المسلم كلها مع الله عسل. أقول لك شهر العسل ده، ده هناك عند ناس ما تؤمنش بالله. نعم دكتور، حد بيسأل حضرتك عن زواج الأقارب ومشاكله، ممكن تكلمنا عنه؟
زواج الأقارب ومشاكله إحنا عندنا المفروض أنه تباعده لا تضو. يعني الأفضل في الزواج إنك تتباعد. قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فأنا من مصر وتزوجت من سوريا مثلا أو من تونس أو يعني عملنا بعد أو إبعاد أو من عائلات بعيدة. لكن في نفس العائلات زواج الأقارب هو مش ممنوع ولا حرام ولا عيب ولا حاجة. إنما في عائلات فيها أمراض زي مثلا الصرع، في مرض منتشر في عيلة صرع ما يتجوزوش من بعض، العيلة تيجي عندها صرع. في مثلا العيلة عندها سكر كلها، أب وأم وجد، فلو خدت بنت خالتك ولا بنت عمتك ما أنت عارف إن عندها سكر. نفس الكلام بالنسبة لي أمراض وراثية زي ضعف العضلات، ضمور العضلات. في أمراض كتير جدا هقول لكم عليها دلوقتي، الأمراض دي مش عايز أقول لك ده تمنع الزواج. يعني هقولها دلوقتي الأمراض اللي تمنع الزواج، هقولها لك حالا دلوقتي. ها؟ إيه تاني؟ الشذوذ الجنسي بقى، الشذوذ الجنسي ده ابتلينا به، اللي هو رجل مع رجل أو امرأة مع امرأة أو رجل مع حيوان، بتربية الحيوانات ظهرت لنا أمراض فاحشة. وأنا قلت لكم أول ما ظهر الإيدز ظهر مع علاقة ما بين رجل وقرد، قردة. خلاص؟ ونفس الكلام الإيبولا فيروس اللي هو الحمى الدموية، ونفس الكلام مع مش عارف مين وسارس، وكان حاجة أخيرة طلعت اللي هي قلنا إحنا مالناش فيها. طلعت واختفت اسمها إيه؟ القرود. إيه القرود؟ ها؟ جدر القرود. جدر القرود ده ما بيتنقلش غير من علاقة شاذة. فعشان كده احنا قلنا يا جماعه ما عندناش شذوذ جنسي، فهمتوا؟ فطلع على شويه يا استاذ جدري قرود، جدري قرود، وبعدين طب الجدري معيز، طب بح، ده علاقه شاذه ما بين انسان وحيوان. طب دون احنا في خطر في الدول العربيه؟ اه خطر، لانه بدا الناس يربوا قطط وكلاب ويناموا معاهم في السرير والله العظيم انا شفت مناظر في البيوت يعني يندى لها الجبين. انا اربي قطه اربي كلب بس له مكان منعزل ما ينفعش يطلع معاك على السرير، ما ينفعش يقعد يلوثك الدنيا، والا داعي القطط يخلي البنات اجهاض حتى لو اتجوزت كل ما تحمل يقع. داعي القطط اعرفوا مني داعي القطط، في اكتر من 200 مرض بتنقلها القطط والكلاب، بس في ناس يعني ربنا ساترها. الناس لما بتستمع الشذوذ يجرى لها ايه؟ ها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما ظهرت الفاحشه في قوم نوح عربيه علانيه الا ايه؟ الا ابتلاهم الله بالطاعون والاوجاع والاسقام التي لم تكن في اسلافه. كل ما تستحل حرمة الله وكل ما تمشي غلط تلاقي أمراض ملهاش علاج. لما ظهرت حبوب منع الحمل بتاع أيام بنكس قالوا الحمد لله الآن تستطيع أي فتاة أن تلعب وتتمتع تاخد حبوب منع الحمل شتح خلاص. فظهرت الأمراض الزهري والسيلان وحاجة زفت خالص. فظهرت الأنتيبيوتكس المضادات الحيوية، المضادات الحيوية الحمد لله الآن أصبحنا في غير حاجة إلى كذا وعندنا شوية التهابات هناخد لها علاج. فظهر لنا مرض الايه؟ ها؟ الايدز. لسه لغايه دلوقتي بنغني ظلموه.